السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة هذا الأسبوع هي تخص حشرات القمل، وبالخصوص القمل القارض أو رتبة المالوفاجا. القمل من الحشرات المتطفلة، ومن الحشرات الطبية تتضمن حشرات خارجية التطفل، أي تتطفل على الحيوانات بشكل خارجي أو على الجسم من الخارج، وتقسم إلى نوعين، هي حشرات القمل القارض وحشرات القمل الماس. القمل القارض يمتلك أجزاء فم قارضة، والقمل الماس يمتلك أجزاء فم ثاقبة ماسة. القمل القارض يتغذى بشكل خارجي على الحيوانات الفقرية، خصوصا الطيور، وممكن أن يصيب الفقريات اللبائن منها، أي يصيب الماشية كالأبقار والأغنام والماعز والجمال وغيرها. هذه الحشرات تتغذى على خصوصا على الطيور، على الريش والجلود والدم والدبس وغيرها، لذلك تسبب الحيوانات حكة شديدة جدا وإزعاج وتساقط الشعر أو تساقط الريش. بشكل عام حشرات القمل هي حشرات صغيرة الحجم، عديمة الأجنحة في الغالب، فقدت أجنحتها بسبب السلوك المعيشي، أي هي مجنحة من أصل التكوين، لكن السلوك المعيشي جعلها تفقد أجنحة خلال حياتها، وغالبا ما تعيش مثل ما ذكرنا كطفيليات خارجية ولها شكل مميز. نتكلم حاليا عن القمل القارض، شكلها يكون يظهر ان الرأس اكبر من منطقة الصدر، رأس كبير ومتضخم يكون اكبر من منطقة الصدر، واجزاء الفم من النوع القارض، والعيون المركبة معدومة، وتتكون اللوامس عادة من 3 إلى 5 قطع. العيون المركبة معلومة من هذه الحشرات المتطفلة على خارجين على أجسام الطيور والثدييات، لذلك العيون دثرت من خلال السلوك المعيشي كما فقدت الأجنحة. هذه الحشرات القارضة عادة ما توجد اللوامس ظاهرة على الرأس، وقد تكون اللوامس مخفية في داخل أخاديد الرأس، أما تكون ظاهرة على الرأس أو قد تكون مخفية في أخاديد في الرأس. وعلى هذا الأساس قسمت هذه الحشرات إلى تحت رتبتين، أي حشرات ظاهرة اللوامس وحشرات قمل مخفية اللوامس. تحت الرتبة الأولى، قبل لا أدخل بتحت الرتبة الأولى حتى لا يفوتنا، أن هذه الحشرات لا تمتلك قرون شرجية، أو القرون الشرجية أيضا تكون مفقودة أو غير موجودة. تحت الرتبة الأولى هي تحت رتبة الأمفلايسيرا، أو حشرات القمل ذات الرأس العريض واللوامس التي تكون مطمورة في داخل التجويف أو الأخدود. الرأس يكون عريض واللوامس تكون مخفية ومطمورة في داخل الأخدود. اللوامس عادة هي تكون موجودة، لكن ممكن أن تختفي أو تطمر في داخل أخدود موجود في الرأس. والصفة الثانية أن يكون رأسها عريض بشكل واضح وبارز أكبر من منطقة الصدر. تحت الرتبة الثانية هي تحت رتبة أشيناشيرا، وهذه الرتبة تمتاز بأن الرأس يكون ضيق مقارنة مع النوع الأول، الرأس يكون ضيق مقارنة مع النوع الأول، واللوامس عادة تكون بارزة وواضحة، وتكون خيطية، لوامس بارزة وواضحة على الرأس، يعني لا يوجد أخدود لإخفاء اللوامس، وتكون من النوع الخيطي.
من سلوكيات القمل نلاحظ أن له تخصص كبير جدا، حيث أن هذه الرتبة تتخصص، كل نوع يتخصص على على عائل محدد، كما هو الحال مثلا قمل الطيور، قمل الحمام، قمل الدجاج، قمل المواشي وما يشابه ذلك. إذا فهذا حشرات ذات تخصص عالي جدا، وعلى هذا الأساس ممكن أن نوجد أو نتناول عائلتين هذه المجموعة، هي عائلة الميلوبوندي والتي تتطفل فقط على الطيور. عائلة الميلوبوندي أو العائلة تطفل على الطيور، وهو تتضمن قمل الدجاج أو قمل جسم الدجاج وقمل الحمام. هذه العائلة تمتاز بأن الرأس يحتوي على أخدود تخفي فيه اللوامس، والرأس يكون كبير مقارنة مع الجسم، كما هو الحال في قمل الدجاج. هذا القمل يتطفل على الدجاج ويسبب له تساقط الريش وإزعاج شديد وضعف في الطيور، لأنه بسبب تغذيته على الجلد المتيبس أو قواعد الريش، وكذلك على الدم وما يشابه ذلك، ذلك يسبب ضعف الحيوانات. النوع الآخر من هذه الحشرات هو قمل الحمام، الفايلوبتريدي أو عائلة قمل الحمام. هذه العائلة تمتاز بأن لها حركة سريعة والجسم يكون رفيع وضيق الشكل. طبعا القمل القارب العيش على الطيور يوجد على نوعين على شكلين، ممكن أن يكون جسم عريض وممكن أن يكون جسم نحيف، وخلال هذا الشكل القمل الذي يكون ذا جسم نحيف كما هو الحال في قمل الحمام يمتاز بأنه نشط وسريع الحركة ولا يمكن رؤيته بسهولة، لكن القمل الذي يكون من النوع الجسم العريض كما هو الحال في قمل الدجاج يكون بطيء الحركة وغير سريع الحركة، على خلاف ما موجود في قمل الحمام. قمل الحمام مثل ما ذكرنا يمتاز بأن الجسم بيضاوي متطاول والرأس مثلث الشكل تقريبا ونحيف مقارنة مع النوع الأول. يعيش هذا الشكل النوع على الطيور، ويمتاز بأنه ذو شراهة عالية في التغذية وتصيب أنواع كثيرة من الطيور. تحت الرتبة الثانية أو الرتيبة الثانية هي تحت رتبة ظاهرات القرون الاستشعار أشينوسيرا، أو ما تسمى بعائلة قمل اللبائن أو تحت رتبة قمل اللبائن. هذه الحشرات تمتاز بأنها تتطفل على اللبائن بشكل خارجي، إذا فراح يجتمع عندنا على اللبائن نوعين من القمل إن شاء الله. الأسبوع القادم نتناول القمل الماسي والقمل الغامض والقمل الماس. وتمتاز هذه الحشرات بأنها حشرات صغيرة الحجم وتصيب الماشية كالأبقار والماعز والجاموس وغيرها، وهذا النوع يصيب الأبقار في منطقة العنق أو في منطقة رأس الذيل أو عنق الذيل هذه الحيوانات. ومن السهولة التعرف على القمل القارض اللي بالشكل أمامنا الذي يتطفل على اللبائن بشكل مختلف وفي مواقع مختلفة وحسب المضيف، حيث أن من المعروف أو المألوف في نفس الوقت أن نوعا واحد من القمل يتواجد
ويتطفل على نوع واحد من اللبان، أي يعني ممكن إشارة مثل ما ذكرنا أنه من الحشرات ذات التخصص العالي. فمثلا يوجد نوع قمل الماشية اللي بالصورة الأمامنا اللي هو البوفيكولا بوفيس، القمل يتطفل على الماشية أو على منطقة يصيب البقر على منطقة العنق أو عنق الذيل، أو مرات أو بعض الأحيان يتواجد على الأكتاف، وما يسبب حكة شديدة للحيوانات وتساقط الشعر وإزعاج شديد لهذه الحيوانات. وهناك أيضا قمل آخر هو قمل الخيول، أيضا يصيب الخيول، ويوجد نوع أيضا يصيب الكلاب، وأيضا يوجد نوع يصيب القطط. إذا نلاحظ تخصص عالي القمل اللي يصيب المواشي والأمائن اللي هو قمل الماشي مثلا، وقمل الكلاب، وقمل القطط، وقمل الخيول، أو أيضا يوجد قمل الجمال. ممكن إن شاء الله في الأسبوع المقبل نتناول بشكل أكثر دقة القمل الماس لكي تكون مقارنة واضحة ما بين القمل الماس والقمل القارض، خصوصا القمل الذي يتواجد على مضيف واحد أو يتواجد على المواشي، حيث يشتمل على القمل الماس والقمل القارض في حيوان واحد. فلكي يمكن التمييز ما بينهما يمكن متابعة ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.